قاعدة معروفة كده. زهقانة شوية. طب ماشي خلاص، ما احناش دلوقتي خلصنا من الانترنت، فادخلي براحتك بقى. لا انا زهقانة من الحياة عموما، انا عايزة اشوف الحياة من منظور تاني، مش عارفة انت فاهمني ولا لا. ماشي، هو يعني انت ممكن بقى فكرة يعني مثلا تتفرجي على فيلم او تقري كتاب مثلا، تعيش بقى من خلاله قصة تانية يعني. طب عندك فكرة ترشح لي كتاب معين؟ لا لا بقى، حاجة انت تشوفيها مع نفسك، حاجة تشد انتباهك انت بقى يعني كده. زينب خاتون من أبطال الحملة الفرنسية، أما نشوف دي قصتها ايه. من هي زينب خاتون؟ هي إحدى خادمات محمد بيك الألفي، اعتقها الألفي بيك وتحررت زينب، بل وتزوجت أميرا يدعى الشريف حمزة الخربطلي. ولأن زينب تزوجت أميرا فقد أصبحت أميرة مثله، بل وأضيف لقبا إلى اسمها وهو خاتون، أي المرأة الشريفة الجليلة، لذا أصبح اسمها زينب خاتون. ياه، يعني كانت جارية وأصبحت أميرة مرة واحدة. طب وبعدين؟ اشترى لها زوجها منزل شقراء هانم حفيدة السلطان الناصر حسن ابن قلاوون، وسمي المنزل باسمها منزل زينب خاتون، وكانت آخر من سكن هذا البيت قبل أن يضم إلى وزارة الأوقاف المصرية. مش قادرة أتخيل بيت زي ده قد إيه جميل. يعتبر بيت زينب خاتون نموذجا للعمارة المملوكية، فمدخل البيت صمم بحيث لا يمكن للضيف رؤية من بالداخل، وهو ما أطلق عليه في العمارة الإسلامية المدخل المنكسر. وفور أن تمر من المدخل إلى داخل البيت ستجد نفسك في حوش كبير يحيط بأركان البيت الأربعة، وهو ما اصطلح على تسميته في العمارة الإسلامية بصحن البيت. والهدف من تصميم البيت بهذا الشكل هو ضمان وصول الضوء والهواء لواجهات البيت وما تحويه من حجرات. يعني أصبحت أميرة وبقى عندك بيت قد الدنيا؟ ده أنا اسمي أميرة وكل اللي بيجي لي ديدلاينز. انتي ما كانش عندك أي مشاكل ايه ده؟ في عام 1798 جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر، وبدأ نضال المصريين ضد الاحتلال الأجنبي. شاركت زينب خاتون في هذا النضال، فكانت تؤوي الفدائيين والجرحى الذين يلجؤون إلى البيت عندما يطاردهم الفرنسيون. وقد عثر في البيت على 27 جثة دفنت في سرداب تحت الأرض، يعتقد أنها جثث الجرحى التي كانت زينب خاتون تؤويهم داخل بيتها. ياه، وأنا اللي فاكرة حياتي صعبة.
أثريني في نعمة.